أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أسدل الستار مؤخرا على فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للحلقة والفنون الشعبية والذي استضافته مدينة سيدي بنور. برنامج هذه الدورة على فرق فنية صحراوية من مدن أسمارة طنطان، بالإضافة إلى فناني الحلقة وعروض فنية ومسرحية من الدار البيضاء الرباط الجديدة، والتي أعطت نفسا مغايرا للمهرجان بشكل عام. كما خصصت الدورة كذلك فقرات متنوعة من تكريمات لبعض فناني ورواد فن الحلقة والفنون الشعبية، وكذا تنظيم ورشات تكوينية لفائدة شباب وأطفال سيدي بنور، كما شكل لوحة متكاملة وطبقا متنوعا لجمهور إقليم سيدي بنور ويضفي الثراء والتنوع لفقرات المهرجان. وقال الفنان محمد البوساتي مدير المهرجان ورئيس جمعية فرقة ناس الكوميديا التي نظمت هذه التظاهرة الثقافية، إن المهرجان أقيم بدعم من عمالة إقليم سيدي بنور وبتعاون مع مجلسه الإقليمي والجمعية الإقليمية للشؤون الرياضية والثقافية والاجتماعية للمدينة والمسرح الوطني محمد الخامس. الفنان محمد البوساتي مدير المهرجان ورئيس جمعية فرقة ناس الكوميديا التي نظمت هذه التظاهرة الثقافية، إن المهرجان أقيم بدعم من عمالة إقليم سيدي بنور وبتعاون مع مجلسه الإقليمي والجمعية الإقليمية للشؤون الرياضية والثقافية والاجتماعية للمدينة والمسرح الوطني محمد الخامس وجماعة العطاطرة والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بالجديدة.